معانا ام امل. السلام عليكم، بركات، ازيك يا شيخ؟ اتفضلي يا فندم. ايوه، بص، عندي مشكله. جوزي على طول بيحلف عليا بالطلاق، تمام. فابني هو قال لي ابنك ما ينزلش من باب الشقه الا باذن. ايوه فانا قلت له، هو قال لي انا نازل، قلت له لا ما انتش هتنزل. فنزل، فقمت ايه، هو نزل، فطلع من البيت، طلع للبيت قال لي ابنك نزل. قلت له اه، انا قلت له ما تنزلش ونزل. تمام. فبصيت لقيته قال لي، هو كان حالف عليا لو نزل هتبقى ايه، محرمه عليا زي امه واختي. تمام. فهل دلوقتي، وكان قبل كده حالف عليا بالطلاق، وانا رجعت الشيخ كلمه وقال له ايه، قول لها ارجع ارجع، فرجعني. تمام. فكان فاضل طلقه، فالطلقه دي حصلت في كده. انا عايزه اعرف إيه، انا دنيتي ايه، انا قاعده معاه في البيت. تمام. حاضر. وهو رأيه ايه يا ام امل؟ هو بص، هو ما كانش مع، هو مش، هو بيقول انا مش قاصد الطلاق، بس انا بحلف على ابني اللي هو ما ينزلش، وتهديد تمام. بس. لا، بعد اللي حصل وابنه نزل وكسر كلامه والطلاق ممكن يكون بقى خلاص واقع يعني، والكلام ده اه، رأيه ايه؟ رأيه ايه؟ ما عادي فيش. يعني ولا زعلان لا، وقاعد؟ هو زعلان ومخنوق. اه حاضر يا فندم، شكرا جزيلا. ماشي، شكرا لك. نجاوب على ام امل مباشره. اللي هي الامور ديت لابد ان يكون الطرفين موجودين وعلى دار الافتاء، وعلى دار الافتاء، لان ما نقدرش نطلع افتاء على الهواء واحنا ما نعرفش الطرف الثاني ايه اللي حصل. صحيح. له فلا بد صحيح ان هما الاثنين يتصلوا بدار الافتاء، ودار الافتاء هم بيجيبوهم هما الاثنين، ويشوف بقى الحاله بتاعته كانت ايه، هل الطلاق وقع ما وقعش، فده تبع دار الافتاء ان شاء الله.